تكنيكال تيم يا جماعة يشوف لنا كده الصور. هاتي حتى بجي قلتو يا بنتي سكوت انت شو اجري انت شو اجري. لا 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 اول ما شفته افتكرت شبهه قوي. شبه مين يا ماما؟ انت شو اجري ما تلمي نفسك وكملي البرنامج على خير. كويس انا بتكلم عادل. طب عدلي شعرك عشان جاي على المايك. وانت مالك؟ ملي على جنبك. وعلى جنبك بنت ريم. ايه جو الامهات اللي احنا قاعدين فيه ده؟ عيب بقى عيب. عيب يا عيب. ركزي كده في المسابقه. ايه اللي هي لابسه ده؟ مين اللي انا لابساه يا جماعه؟ الصور ايه على ايه؟ على الفرن. روز 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 روز. بيت بيت لما بيت. احترمي نفسك عشان ما املكيش. جماعه احنا في برنامج بعد اذنكم. استنى اللي انت حاطاها لنا على راسك دي. احنا في برنامج. روحي بصي لنفسك. انت جايه برنامج ولا جايه كباري اصلا؟ جايه كباري. بالمنظر اللي انت جايه فيه ده. جايه كباري. ايه اللي انت لابسه ده اصلا؟ انت مالك انت؟ خلاص خليك في حالك. خليكي في نفسك انت. ايه الكلام اللي انت فيها دي؟ انت خالد ده. روز مع الاهلي. روز هتبوظي لي الحلقه بتاعتي. ايه برنامج مستفز بس هو انت الادب. عشان خاطر ايه؟ لو سمحتي يا ايه. عشان خاطر الصور يا جماعه طلعوا لنا اول صوره. كانت شغاله حراميه في الاوتوبيسات. مين ده يا ايه؟ بنتي حلوه قوي. بوينت اوكي صاحبه. اه تمام يعني عارفه عنه حاجات حلوه. الصوره الصوره اللي بعديها ده حسن اخوه. حلو قوي. اللي بعده دي اخته. لا مين دي؟ بنت خالته. لا انا بسالك مين دي؟ انت لازق وراها. مين دي؟ ما اعرفهاش. انت لابس ده هي مصوراك زي انا و... و... وروز. ايوه مين دي؟ ما اعرفهاش. هو اللي ما تعرفوش ما انت واقف وراها. الصوره دي جت منين؟ ما سالتكيش. ما سالتكيش مين دي يما؟ ده في ايه؟ هو ايه مين اللي متركبه؟ انت واقف وراها. طب في متركبه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا يا جماعه دي كده فضايح. انتوا بتستهبلوا. مين اللي مطلع الصور دي؟ تستاهل بصراحه. ايه ده الصور دي على موبايله ازاي؟ الصور دي ازاي تطلع؟ ازاي هو ايه اللي ازاي تطلع يعني الصور دي موجوده؟ بصي ايه بصي هما بيقولوا لي في الكنترول الفراق. ثواني من الفراق ده. انت النهارده اليوم الفراق. بيقول انت النهارده هيبقى اليوم الاخير. بيقولوا لي هموت. بيقولوا لي ان 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 الصور دي على الواتساب مش على الجاليري. وان في كونفرسيشن في محادثه يعني برقم كمان في محادثه مش متسجل. اه انت شو كده ايه كنت مقرشف؟ مقرشف. ايوه هو فعلا مقرشف. هو مقرشف. شفت حاجه على تليفوني؟ ازاي شفت حاجه على تليفوني؟ ما انت بتمسكي التليفون. انت كنت مقرشف. لا انا كنت لسه ماسكه الموبايل دلوقتي. ما كانش في حاجه. هو مقرشف يعني على كده في محادثات انت مخبيها في الارشيف؟ محادثات في الارشيف. هو فعلا مقرشف. تحبي تسمعي الفويس؟ ازاي يا ردو انت شو جري؟ طب يا جماعه ورونا الحاجات اللي متقشفه. صدقني انت بنات مقله الادب. واحترمي نفسك عشان مامش اجيبك من شعرك. انا ما اعرفش في الكلام ده. حطي في الارشيف. خلينا بس نشوف المصيبه اللي انت. لا مش ههدى. اهدى ايه وزفت ايه؟ المصيبه اللي احنا فيها دي مصيبه ايه؟ مش متصور معاها؟ انت بسم الله ما شاء الله فرحان. اه اصبري. ما تعرفوش ايه وزفت ايه؟ ايه خلينا بس نشوف المصيبه اللي انت فيها. اتفضلي طلعوا لنا الحاجات اللي مقرشفه دي. هو لسه في حاجات كمان؟ لسه هتطلع. ما في فويسز في رسائل صوتيه. كمان مفيش رسائل ولا في حاجه انا معرفش. طب ماشي احب اسمع. خلاص خلاص بقى يا جماعه كده احسن هنسيبوا بعض. اصلا خاطب وانت متجوز؟ ده انت قمر. الله اكبر. صوتك ده ولا صوت مين؟ ده الارشفه. اكيد انت مال اهلك يا بنتي. مالكيش دعوه باهلي بقى. قلت لك هارشف كلامك ده. ما تخلينيش اقوم لك. مالكيش دعوه. هارشف كلام خطيبي دلوقتي بس يا بنتي. طب وريني هتعملي ايه؟ اسمعي المصيبه اللي انت فيها الاول. شوفي مصيبتك بس الاول. تكخيبه شعرك اللي بالسمنه ده. حبيبتك ما اعرفهاش انا. كل دي ما اعرفهاش. خلاص كده. هو خالد مين دي؟ دي انا ما اعرفهاش والصور دي ما اعرفهاش. وانت بتمسكي تليفوني وبتشوفي. انت اللي مختار. ما انت مقرشف. ما انت طلعت مقرشف. انت بتشوفي حاجه. انت ليه بتقرشف حاجتك كده؟ لا ارشف. اشرف مفيش حاجه. ارشفه فلفشه مفيش حاجه. ايه مالك؟ ممكن لو سمحت تخرسي خالص. طب يا جماعه كلموا لنا الرقم يمكن يكون في حاجه فعلا غلط. لا ممكن تجيبي لي الموبايل بالمحادثه. هجيبه لك حالا. انا بعتذر لك. انا بعتذر لك جدا. انا بصي ده مش بعد ايه؟ ده البرنامج بعد احنا إيه؟ كنا بنهزر وبنلعب. امال ايه؟ بحبك وبثق فيك. الو ايوه رد على مراتك. اهلا وسهلا. انا عايزه اعرف طب انت عارفه ان انا مراتي؟
انا شايفاك والله على التلفزيون. وانت يا حبيبتي طالما عارفه ان هو خاطب بتتجوزي ليه؟ لا يا حبيبتي ده هو بيتجوزني قبل ما يخطبك. بجد والله؟ اه ماي جاد. ما ترد ذات سو وير. قول لي يا زفت ايه؟ انا ما اعرفهاش، ما اعرفش المداخله دي جايه منين. رد عليها وانجز يا اشرف. ما ترد عليها طيب، رد عليها. انت مين انت؟ قفلت. هي اللي متقرشف. متقرشف هي كمان. متقرشف هي كمان. يا جماعه بجد كده دي فضايح. يا جماعه دي فضايح يا جماعه، فضحتوا البنت. يعني مين دي؟ مش بقول لك كل حاجه. مين دي؟ وايه بحبك وبموت فيكي وحياتنا ومستقبلنا ودنيتنا. انت مال اهلك؟ مالكيش دعوه باهلي يا بنتي، واحد احترمي نفسك بقى. لا احترمي نفسك انت عشان انت بجد بني ادمه مستفزه. بس ايه ده اللي انت فيها دي؟ على شرفها سامعه مالك. اهدي يا رعاه. حاسب بس كده احنا على الهوا. هو في مراته انت حطاها على الهوا. حاسب بس كده. ايه احنا على الهوا. يا قد ما انت الادب ومش متربيه. طب حاسس. طيب 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 طب حاسس. بس خلاص خلاص. ايه اللي طلعت اللي انت فيها دي؟ متخانه ومجنونه؟ اهدي بس. ايه احنا على الهوا. احنا على الهوا. يعني حضرتك مش شايفه اللي هي بتعمله؟ يعني حضرتك بس كملي الحلقه ولا متخانه؟ حلقه ايه اللي كملها؟ انت مشكلتك انك انت اتخنتي. انا مالي؟ انت اتخنتي انا مالي؟ ايه انت على الهوا يا ايه؟ وحاطه سمنه على راسك. ابعد بعيد عن ابعد عن شرفه. ابعد بعيد عن شرفه يا هندسه في الهندسه. ابعد بعيد عن وشي. عن شرفه. خلاص مفيش جواز. مفيش وشي. اوعى بس كده. مفيش وجري. ايه انت على الهوا يا ايه؟ انت على الهوا. انت ابعد بعيد عني. طب حاسس. طب اهدي بس. طب حاسس. اهدي بس عشان مش طب حاسس. انا مش واجري. طب حاسس. بقول لك حاسس. حاسس. انت مش واجري يا بنتي. انت مش واجري. ايه انت على الهوا يا ايه؟ يا رب ببح. يا رب ببح. مقلب ده مقلب فيك. ايه انت على الهوا. ايه ايه اوعى بقى كده بقى. ايه ايه اوعى اوعى بقى كده. خلاص اهدي بس. ايه انتش واجري. انا مش هسيبك النهارده. النهارده هي اخر يوم في عمري. اوعى بقى كده. خلاص اهدي بس. اهدي بقى. ايه ده يا حبيبي؟ انت اخرك النهارده معايا. ابعد بعيد عن وشي. اهدي ابعد بعيد عن وشي. اهدي ايه طيب؟ طب اهدي بس. هقفل الحلقه. هقفل الحلقه. هقفل الحلقه. انا مش هشرب من النهارده. طب هقفل الحلقه واعمل اللي انت عايزاه لو سمحتي بس. اهدي اقعدي اقعدي واهدي. لا انا مش هقعد. اقعدي بس واهدي. انتش واجري. انتش واجري. اقفل. اقفل. لا مش هقعد. ابعد بقى. بعرفش كده. يا بنتي انت مريضه. اهدي والله. انت مجنونه. اهدي بس. انت جايه نقطه علشان خاطر يستهزئوا بيكي. اهدي بس. اعمل مقلب. اعمل فيكي مقلب. اعمل فيكي مقلب. مقلب 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 مقلب. بقول لك يا فهمي بقى سيبي بس. اهدي اهدي كده. اهدي وعادي. تعالي اتفضلي يلا. تعالي اقعدي. احنا بنعمل مقلب. مقلب يا جماعه. مقلب مقلب.